أنا طالبة هاني عبد أحمد من جامعة من دار التعليم الشرقية. حصلت على المركز الرابع على مستوى الوطن. Novel fabrication of amino functionalized silicon carbide membranes for oily water treatments. حصلت على جائزة إن شاء الله. أنا مشكورة إن عندي فرصة إني أمثل المملكة العربية السعودية في مسابقة ISEF وإن شاء الله كلنا راح نجتهد وإن شاء الله نتفوق. أهديها أولاً أمي وأبوي وعائلتي كلهم اللي دعموني خلال هذه المسيرة. وأبغى أشكر كل أحد كل جهة دعمتني في خلال هذه المسابقة.